اختيار لون الضوء بالمكان له عدة عوامل، بس في معلومة هامة ضروري نعرفها قبل ما نختار لون الضوء. طبعا اللون بيتدرج من 2700 إلى 6500، بينما نحن بالنهار متعودين على الإضاءة الباردة، بالليل بالغالب بنروح للإضاءة الدافئة. واللون البرتقالي ما راح نشوفه برتقالي مثل ما بنشوفه بالنهار. ليش؟ طبعا ملاحظة مهمة، في ناس بتتوقع انه اللون الطبيعي هو ابيض. لا، ما في شيء اسمه لون طبيعي لانه كله الوان طبيعية. عند شروق الغروب بيكون عندي اللون تحت بحدود 2400، بينما بمنتصف النهار بيكون فوق 7000. فمنشوف حالات الطبيعة بالوان ضوء مختلفة. بس خلينا نشوف ليش احنا بالليل ما بنحب الالوان الباردة. حسب منحني كورتيوف اللي ربط بين درجات الحرارة وقيم الإنارة، إذا أنا اخترت 3000 كلفن وشفتها عن ضوء الشمس اللي هو 10000 لكس، حشوف اللون برتقالي. بينما إذا أنا شفتها تحت 1000 لكس حابدأ أشوفها أبيض. اللون الطبيعي البليزنج بهالمرحلة هي. نفس الشيء إذا أنا أخذت 5000 وحطيتها بالقيم تبع مثلا 100 لكس، حابدأ أشوف اللون أزرق. بالبيوت غالبا بالقيم اللي نحن عادة بنستخدمها للإنارة، غالبا أنا بين 2700 إلى 3000 أو أقل من 4000 بيطلع اللون مناسب جدا لشوفه. صحيح بشوفه بالنهار برتقالي، بس بالليل حشوفه مناسب. فلازم نختار الإنارة بالليل مو بالنهار للمساكن.